تشرف اليوم الاتحاد العام الشغالي بالمغرب باستقبال من طرف السيد رئيس الحكومة وبعض الوزراء في إطار الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي دورة تبريل والتي تستبق الدخول البرلماني، التي نعتقد بأنها جولة مهمة في إطار العام، وجولة كذلك ستتيح للاتحاد العام الشغالي المغرب لعرض مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغالة المغربية، وكذلك إتمام خارطة الطريق التي أمضيناها مع الحكومة في إطار اتفاق أبريل من السنة المنفرطة. أعتقد بأن التطبيق السليم لهذا الاتفاق بدأ بالفعل حين توقيعه، ونحن كنا اليوم في إطار هذا الحوار من أجل معرفة باقي النقاط التي لم تتم تطبيقها بعد والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في المراحل القادمة. أجواء إيجابية تطمئن الاتحاد العام الشغالي بالمغرب على مستقبل هذا الحوار الذي نعتبره أساسي لا في السلم الاجتماعي ولا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد. نتكلمنا مع السيد رئيس الحكومة على أنه في ظل الظرفية الحالية محافظة على مناصب الشغل جزء أساسي، والمحافظة على مناصب الشغل يتم عن طريق حماية حرية النقابية، وأعتقد بأنه تفاهم كبير من داخل الحكومة. كذلك كيفية تحسين الدخل بالنسبة للأجراء والعموم المغاربة، وزف لنا السيد رئيس الحكومة خبر بأنه سيكون هناك دعم للأسر المعوزة والفقيرة في القريب العاجل من طرف الحكومة، وأعتقد بأنه هذا كذلك هو دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة بأنه مجموعة طبقات هشة تشتغل في القطاع الغير مهيكل، وبالتالي على أنه مهم جدا دعم هذه الطبقات، وهذا مهم. هناك أيضا تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والنقابات الأكثر تنفيذية من أجل البحث عن مداخل، أولا تتعلق بتحسين دخل الطبقة الشغالة المغربية، وكذلك تتعلق بمجال الحرية النقابية واش تشتغل في أفق سبتمبر ليكون تقريرها جاهز من أجل عرضه على اللجنة العليا ديال الحوار الاجتماعي من أجل اتخاذ القرارات المناسبة فيه. نحن مستبشرون ببداية هذا الحوار وبالمؤسسة ديال هذا الحوار، وننتظر على أنه إن شاء الله تكون عنده نتائج تلمسها الطبقة الشغالة المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.